مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معنا، ولقاء يتجدد دائما مع مجموعه متنوعه من الفقرات وحلقه جديده وزينه بطعم البيوت. فقراتنا دائما متنوعه ومختلفه، بنوجهها لكل افراد الاسره المصريه وتحديدا الفتاه والمراه المصريه. في البدايه برحب بزميلتي الجميله دينا. اهلا بيك يا دينا وحلقه جديده. اهلا بيك يا حنان، اهلا بيكم مشاهدينا، وهنكون معاكم على مدار ساعه ونص من خلال زينه بطعم البيوت، وبنتكلم في كل حاجه ليها علاقه بالاسره المصرية وبالأخص بالمرأة المصرية. يا رب إن شاء الله النهاردة الفقرات كلها تعجبكم. وهيكون معاكي أول فقرة النهاردة عن إيه حنان؟ أول فقرة يا دينا زي ما قلتي الأسرة المصرية. الأسرة المصرية هي النواة أو هي الخلية الأولى في المجتمع المصري. إذا كنا بنتكلم عن عملية تنمية وتقدم وإزدهار، إذا كنا بنتكلم على استثمارات محلية وجذب للاستثمارات الأجنبية، فبالتأكيد أهم وأقوى استثمار هو الاستثمار في البشر، الاستثمار في شبابنا. وطبعا أهم حاجة في هذا الاستثمار هو التربية الإيجابية. النهاردة هنتكلم على كيف تكون التربية الإيجابية لأبنائنا، دور الأم إيه، وطبعا تحديدا الأم أو الزوجة دورها إيه. طبعا كل أفراد الأسرة ليهم دور مهم جدا، الزوج والزوجة، الأب والأم، الأبناء، كل يعني هؤلاء ليهم دور قوي جدا في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية. ولكن النهاردة هنركز في كلامنا أكتر على دور الأم، دور الزوجة، إزاي تربي أبنائها تربية إيجابية سليمة وقوية، خصوصا في هذه المرحلة اللي عندنا تحديات كبيرة جدا بتواجه أبنائنا وبتواجه شبابنا. عن دور الأم في التربية الإيجابية والحفاظ على كيان الأسرة هتكون معانا فقرة مهمة. انت عارفة بقى دايما كل خميس بيبقى معانا فقرة هو وهي. وهو وهي النهاردة الحقيقة هنتكلم معاكم وهنفتح معاكم موضوع وهنناقشه مع بعض، وهو طبعا فكرة الزوجة التانية. الحقيقة ان الزوجة التانية ليها يعني حاجات كتيرة جدا، بنشوف أشكال كتيرة جدا من الزوجة التانية في الدراما المصرية. في منها اللي فعلا بيكون الزوج محتاج زوجة تانية وبينفصل عن الزوجة الأولانية، وفي أشكال تانية ان هو ممكن بيخبي على مراته وبيروح ويتجوز من وراها، ومن هنا بتبتدي المشاكل وبتبتدي الخلافات. أشكال كتيرة جدا للزوجة التانية. وفكرة كمان الزواج للمرة التانية، هل هو بيأثر على الأسرة ولا بيكون ممكن لاستقرار الأسرة؟ الحقيقة هنتناقش في الموضوع من كافة الجوانب، وهنشوف مع ولا ضد الزوجة التانية. فقرة مفتوحة وهتكون معاكم من خلال فقرة هو وهي في طعم البيوت. هيكون معاكي ايه تاني النهاردة؟ فقرة مهمة جدا يا دينا بالفعل، لان فعلا فكرة الزوجة التانية دي يعني ممكن تكون موجودة عندنا في مصر، ولكن الزواج الثاني الحقيقة بيبقى مقبول لو في اسباب قوية جدا بتدعو الزوج ان هو يتزوج مرة اخرى. لكن طبعا في بعض الاحيان بتبقى اسباب يعني ضعيفة جدا. صحيح، وفي اشكال كثيرة جدا للزواج الثاني. فقرة مهمة كلنا هنتابعها معاكي يا دينا. ويمكن استكمالا ايضا للاسره والحفاظ على الكيان الاسري بشكل عام، معايا برضو فقره مهمه جدا بنتكلم فيها على الصدمات النفسيه، ازاي ممكن نتجاوز الصدمات النفسيه. هنتكلم على انواع الصدمات النفسيه، سواء كانت بقى صدمه عاطفيه او صدمه زوجيه او في اي مرحله من المراحل، هل ممكن نتجاوز الصدمات النفسيه وازاي نتجاوزها؟ هل محتاجين دعم من الطرف الاخر، ولا ممكن الانسان يكون عنده قدر كبير من التسامح من السلام؟ يعني من أمور كثيرة جدا تخليه يتجاوز مثل هذه الصدمات النفسية. فقرة مهمة إن شاء الله تنال إعجاب. حقيقة فقرة جميلة مميزة جدا، لأن أوقات كثير الواحد مننا بيتعرض لصدمات ما بيبقاش عارف يعديها إزاي. صحيح، ما بيبقاش عارف الطريقة الصحيحة إن هو يتخطى المشكلة دي أو الموضوع ده. بيبقى في حالة نفسية سيئة جدا، بيبقى مش عارف يروح لمختص ولا يكلم حد يعرفه، يكلم حد من صحابه. صحيح. فالحقيقة فكرة الصدمة النفسية دي فقرة أحييكي عليها، وإن شاء الله تبقى مميزة جدا من خلالكم. ودلوقتي مشاهدينا هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل معاكم فقراتنا من خلال زميلتي العزيزة حنان وفقرات زينة المميزة.
مشاهدينا بنرجع مرة تانية، والحقيقة كل علماء التربية وكل أساتذة علم النفس وكل الباحثين في أمور كثيرة اتفقوا على أن التماسك الأسري والأسرة القوية المترابطة بالتأكيد بيكون لها تأثير إيجابي على الأبناء. الدفء والحنان بيعوض الأبناء على أمور كثيرة جدا وبيخليهم يتربوا تربية إيجابية سليمة بإذن الله. والتفكك الأسري طبعا للأسف مش طبعا في كل الحالات، إحنا لا نعمم، ولكن بنسبة كبيرة جدا التفكك الأسري بيكون من الأسباب الرئيسية في انحرافات الأبناء. النهاردة هنتكلم على دور الزوجة تحديدا. طبعا الزوج ليه دور مهم جدا وقوي، الزوجة ليها دور مهم جدا وقوي في الترابط الأسري، لكن النهاردة هنركز في كلامنا على دور الزوجة، دور الأم. دايما بنلقي العبء أكتر أو تحمل المسؤولية على الزوجة سواء في التفكك الأسري، ولو كانت الأسرة مترابطة وكان في أي مشاكل برضو هي بتقدر تتجاوز هذه المشاكل، فإحنا بنحيي الزوجة. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ وهل الحمل الأكبر فعلا أو العبء بيكون على الزوجة في تحقيق الترابط والتماسك الأسري؟ ده اللي هنعرفه من خلال هذا اللقاء القيم اللي بتسعدنا وبتشرفنا فيه الأستاذة رحمة رشاد، الداعية الإسلامية بوزارة الأوقاف واستشاري أسري وزوجي. أهلا بحضرتك معنا أستاذة رحمة، شرفتينا وأسعدتينا. أستاذة رحمة، زي ما حضرتك سمعتيني كده، طبعا الترابط والتماسك الأسري ده شيء مهم جدا، حتى يمكن علماء النفس كنا بنتكلم في فقرات سابقة قالوا أنه ممكن يعوض حتى على الجانب المادي، يعني حتى لو كان في شوية في الجانب المادي مش أحسن حاجة زي ما بنقول، لكن ممكن الأبناء لما يحسوا بدفء وترابط وحب أسري وعندهم فقد شوية للجانب المادي، الحنان ممكن يعوضهم، ممكن يتجاوزوا أي نقص في الجوانب المادية. دايما بنلقي العبء أكتر على الزوجة، يعني لما يحصل تفكك أسري نقول إيه، طب كنت اتحملتي شوية، طب كنت حاولت تقدمي حلول، ليه على طول بيبقى فيه انفصال؟ هل الكلام ده صح؟ هل الزوجة هي بتتحمل العبء الأكبر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا قبل ما ندخل في موضوع الأسرة والأولاد والتربية الإيجابية وكل ده، احنا هنقول كيف كرم الإسلام المرأة. المرأة مكرمة جدا، فده وضع طبيعي ان انا بطلب من الزوج. المرأة دي حاجة غالية، جوهرة عندك. أيوة. يعني في قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة في حالة ذل وأهانة في الحضارات الإنسانية كلها. أيوة. الحضارة مثلا عندك الهندية كانت المرأة تحرق حية بعد وفاة زوجها، وإلى الآن في قبائل بتنفذ هذا الكلام. صحيح. أما الحضارة اليونانية فهي جزء لا يتجزأ من ممتلكات الرجل، يخسرها في القمار وتمشي مع رجل آخر في نفس اليوم لأن هي بيكسبها أصلا من أمور. أما في الحضارة بقى العربية حدثي ولا حرج، المرأة كانت أصلا هي من ممتلكاته، فعند وفاة الزوج زوجها لما يتوفى قريبه أو أبوه أو أخوه يورثها مع الأثاث وحاجة المنزل. فأتخالي الإسلام جه كرم المرأة، جعل لها ذمة مالية، جعل لها اختيار الزوج أو عدم اختياره، جعلها بيع وشراء وتجارة وليها حق في كل حاجة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال. صحيح. في ايه شقائق الرجال؟ في الاحكام الشرعيه وفي التكاليف وفي كل حاجه. بالنسبه بقى للاسره والدفء الاسري والاحتواء الاسري هو على الرجل والمراه، ولكن بنسبه مثلا 75% بيكون على المراه. ليه؟ لان الزوج يعني مشغول بمتطلبات الحياه وخارج المنزل وقت طويل جدا. مين الاولاد دول مسؤوليه مين اكتر؟ اب وام طبعا مشاركة. أيوة. ولكن مسؤولية الأم. أيوة. يعني صحيح. حتى يقول لك إيه، ما تيجي تخطبي بنت لابنك أشوف أمها مين، ما بقولش. أيوة. أبوها الوقت هو الأسرة ككل، بس الأم إيه. لو الأم إنسانة كويسة تبقى البنت كده. صحيح. فالأم هي اللي بترسل الرسائل الإيجابية لأولادها. زي مثلا عندنا يعني حد بيقول أعظم كتاب قرأته هو أمي. مين الولد ده اللي قال كده؟ الولد ده هما أسرة فقيرة جدا. أيوة. والده قال لازم يطلع مزارع عشان يشتغل في الزراعة ويساعدني. أيوة. الأم لمحت ذكاء الطفل وقيادة الطفل، عنده قيادة وعنده ذكاء وعنده فضلت تنمي فيه. طلع لنا مين الولد دوت؟ أحد رؤساء أمريكا، إبراهيم.
شوفي يعني الأم صحيح. لازم تخرج من أولادها أحسن ما فيهم، إنما طول اليوم الأم متعصبة أو ماسكة السوشيال ميديا أو مشغولة عن الأولاد، لا 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 صحيح. الكلمات الإيجابية للأولاد هتطلع لينا أولاد أسوياء نفسيا، عندهم اتزان انفعالي واتزان نفسي، ويخرجوا للمجتمع يعرف يقود إزاي، يعرف يكون مدير في مكانه إزاي، يعرف ما يكونش تابع لحد، يكون عنده شخصية قوية، عنده صحيح. رأي، صاحب رأي كده. فالدفء الأسر يعود على الأم صحيح. ولكن إحنا عندنا ما نلقيش كل اللوم على الأم صحيح. ولكن الزوج هنا أنت دورك إيه؟ أنت بتيجي مثلا آخر اليوم وكتر خير كل زوج، ويعني أنت بس لازم تقدر زوجتك صحيح. يعني الزوجة صحيح. بتودي المدرسة وجيب المدرسة، تودي النادي، تودي التمارين، عليها أعباء إذا كانت كمان امرأة عاملة في شغلها. لأن عندنا يا جماعة المرأة هي ثلاث محاور، محور المرأة كأم، كزوجة صحيح. كامرأة نافعة في المجتمع صحيح. إذا كانت موظفة، إذا كانت عاملة، إذا كانت مديرة، حسب الكارير بتاعها. فكده الأم هنا دور الأم، الزوجة كأم هي احتواء الأبناء جميعا عشان ما يخرجوش منحرفين صحيح. أو صحيح. عندهم حاجات نفسية صحيح. الأب بقى هنا أنت بص، يعني تيجي الأم تقول لي إيه، أنا نفسي أشوف نظرة إيه الاهتمام في عين زوجي، الشكر، كلمة شكر بسيطة، إن أنا صحيح. تسلم صحيح. إيدك على الأكلة دي، تسلم إيدك، ما شاء الله على تربيتك، ربنا يبارك لك، ما بتسمعش الكلام ده كله. لازم يكون في اللي هو يعني أنت تديها الدافع، تديها تشيل الدنيا كلها صحيح. هتشيل صحيح. الدنيا كلها صحيح. لكن وأستاذة رحمة، تأكيدا لكلام حضرتك، كنا بنقول يعني المرأة هي نصف المجتمع، ولكن المرأة دلوقتي كل. وإن كانت نصف المجتمع فهي التي تربي وهي التي توجه النصف الآخر. وبنقول فعلا الإسلام أعطى للمرأة كل حقوقها وقدم لها كل التقدير، وهناك الكثير والكثير من الحديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، كيف يكون التقدير للفتاة، كيف يكون التقدير للمرأة، للزوجة، للأم. مرورا بقى بمراحل زمنية مختلفة حتى وقتنا في العصر الحالي، احنا شايفين يعني دايما بنقول العصر الذهبي للمرأة المصرية، وهو مش مجرد كلام، احنا شايفين اعطاء الفرص للمرأة وتولي المرأة القيادات والمناصب الكثيرة، وفتح لها الكثير من المجالات اللي كانت يمكن مش موجودة من قبل ولكن أصبحت موجودة حاليا. طيب عايزين حضرتك برضو توجهي رسائل أو نصائح كده جميلة للزوجة وللأم في هذه المرحلة، في ظل التحديات اللي بنواجهها والسماوات المفتوحة والسوشيال ميديا. أكيد تعامل الأم في مثلا فترة الستينات والسبعينات غير تعامل الأم في هذه المرحلة، تعاملها مع الشباب علشان الشباب يتقبلوا كلامها. إزاي تكون الأم، نقول إيه، الحديثة، الأم المعاصرة اللي تتعامل مع أبنائها في ظل وجود السوشيال ميديا؟ طبعا في تحديات بتواجه المرأة دلوقتي لا شك رهيبة. ليه بقى؟ الأول أنت كنت ولادك حواليك وبتقدري تنصير الوقت، حاجات كتير مشتركة متشعبة بتربي معك ابنك صحيح. الشارع والنادي والمدرسة والسوشيال ميديا، عالم افتراضي الولد أو البنت قاعدين عليه ساعات طويلة. وده أنا يعني بقول نصيحة في أذن كل امرأة أو كل ست أو كل أم، خلي بالك عدم الإفراط في استخدام السوشيال ميديا، لازم في كنترول على الأولاد لأن ده يعني ليها سلبيات أكتر من إيجابياتها. يعني السوشيال ميديا ليها سلبيات كتير جدا، من ضمن هذه السلبيات زيرو، عدم تواصل، مفيش تواصل صحيح. يعني فن التواصل وفن الكلام وفن الحوار والمهارات الطفلة يكتسبها منين؟ قاعد في عالم افتراضي طول اليوم فبتوصلش زي ما اقعد معاكي واتكلم معاكي واشوف التجارب، لا مفيش الكلام دوت. كمان بيعمل فجوة بين الام وولادها، لان انا فين؟ انا زمان كنا بنقعد مع اهالينا. النصيحة ان الام تسيطر على ده كله، وبعدين الام عليها مواجهات. اواجه ده ازاي؟ لو ولادي لسه في سن مراهقة هواجه البعد بتاع السوشيال ميديا ده، ان انا احتضن اولادي من جديد، اسمع ليهم، اتكلم معاهم، ارفع من شأنهم. يعني في كلمات لازم كل يوم نقولها لاولادنا صحيح. اللي معهم اولاد صغيرين، انا بحبك، انا هساعدك، انا واقفه جنبك، انا واقفه، انا سندك، انت كل حاجه في حياتي. الكلمات دي قد ايه بتاثر، كلمات بتديله رسائل ايجابيه، دي التربيه الايجابيه صحيح. انا كذا انا كذا. فالولاد هنا
يبداوا يرتبطوا بالام، مصاحبه الام لاولادها هيبعدهم عن كل شر. حتى ما الولد يكبر ويبدا يخطب او يعرف بنت او حاجه، في نصايح، في ام، في صديقه لي، مش ام انهر واعمل، لا لا، تعجبني الام. تعجبني الام الجباره اللي بنتها تيجي تعترف ليها وهي في الجامعه، انا معجبه بالشخص ده يا ماما، انا بحب الشخص ده يا ماما، انا مش همسكها بقى ابهدل الدنيا واتصل بباباه وبعمامها، لا 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 لا، تعالي واجيب الولد واتعرف على امه واشوف الدنيا فيها ايه، واصاحب بنتي، لا ده يا بنتي ما ينفعش، طب نصبر شويه ما نشوفه اكتر، اعمل اجتماع للعائله معاهم. يعني الام توظف وظيفتها كام. طيب. وده النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما اقطع كلامك وظفه، لما جاله الشاب صحابي 15 سنه قال له يا رسول الله ائذلي في ايه؟ في الزنا. الصحابة قاموا ازاي؟ قال سيبوه، قال له تعالى عدى من بين الصحابة، شو بقى قربوا. يبقى أنا مدي نصيحة كأم، ما ينفعش الولد يبقى بعيد عني واشاور بصباعي اوعى تعمل كذا، إيه؟ لا دي غلط. أيوة. ده أنا أخده وحط إيدي عليه، دي أول النصيحة قبل ما أتكلم. أيوة. في حركات كده، عارفة البادي لانجوش اللي أنت بتعمليها مع الولاد بالظبط. فقال له تعالى أترضاه لأمك بالراحة كده؟ قال له لا يا رسول الله، ولا الناس ترضاه لأمهاتهم، أترضاه لكذا لكذا. الشاب بقى بيقول إيه؟ والله كنت داخل إلى الرسول وأحب شيء إلي الزنا، خرجت وأنا أكره الزنا. والنبي بقى يديله ختم شريف بإيده الشريفة على صدر الشاب ده، ويقول الله ما هدي قلبه وحسن فرجه. فالأم لو تتعامل مع أولادها مش أول ما يعمل غلطة النهار وصوت وزعها واتصل بالأب، والأب يبقى في شغله شغلاه ليل ونهار، لا لا انا امسكه ليه يا حبيبي نعمل كذا. طب انت مثلا ام بتقول لي انا شفت ابني بيتفرج على حاجات، فمسكت قلت له الحاجات دي يا حبيبي دي نوع من الزنا وده، وربنا هيسالك. يعني في ناس بتتمنى تشوف النور وهي عمية مولوده كده، او لا ترى او لا تبصر. شوف رب، يعني اتكلم معاه مش اعمل، يعني عارفه ازاي؟ صحيح. هذا الموقف اللي حضرتك ذكرتيه عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وزي ما دايما بنقول لنا في رسول الله قدوه والاسوه الحسنه، يعني شوفي حضرتك ما فيش أفظع من كلمة الزنا. طبعا. ولكن تعامل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام باحتواء وتقديم النصيحة، فهي رسالة قوية فعلا لكل الآباء. لما تبقى فيه أكبر مشكلة عند أبنائنا نحاول نحتويها بقدر الإمكان. طيب كلمة التواصل بقى أستاذة رحمة، وأنا عايزة حضرتك، لأنه في غلطة كلنا بنقع فيها الحقيقة كأمهات، بنبقى متصورين أن أولادنا أطفال لغاية سن، لا لا ما هو لما يكبر شوية أنا هقربه مني، لا لما يبقى في إعدادي أو في ثانوي، بيجي بقى نبقى بنعامله لغايه 11 12 سنه وهو طفل صغير، نيجي نبدا التواصل ما نعرفش، نحس ان هو خلاص. ده اكيد. فبرضه عايزه رساله من حضرتك للامهات ان هذا التواصل يجب ان يكون من سن يمكن سنه او سنتين، مرورا بقى بمراحل طبعا الطفوله المختلفه. وبرضه من ضمن هذه الرساله، لو ام اخطات وهي فاقده التواصل دلوقتي مع ابنائها، حضرتك اديها برضه النصيحه ازاي نعيد هذا التواصل السليم الصحيح عشان نحتوي ابنائنا. طبعا في فتره السن صغير قوي الطفل ملاصق لامه دائما دائما، بعد كده بيبدا يستقل بنفسه، ولازم الام تخليه يستقل بنفسه مع المراقبه والمصاحبه. أيوة. وافضل اصاحب ابني، جه من المدرسه عملت ايه، وديت ايه، جبت ايه، حصل لك ايه، بستمع. أيوة. كل ده يدي ثقه للولد، ويدي له يتكلم، ويدي له ان هو بيعبر عن رايه، انا بنمي فيه مهارات من غير هو ما يحس. طب الواد كبر وما فيش بيني وبينه صداقه، لا غاب من حضر، يبقى عادي الحق الوقت بسرعه. أيوة. ابدا اعمل صدقات، زي نخرج نقضي يوم بره، لو بنت اجيب لها نخرج وانا بتشتري اللبس بتاعها، لعبه معينه عايزاها، ولا رياضه معينه، ولا حاجه بتحبها اشترك لها في نادي. طب اسمحي لي هنا مدخله بسيطه يا استاذه رحمه، هل ممكن اقول له معلش اعذرني يا حبيبي انا الفتره اللي فاتت كنت مشغوله عنك، لازم شويه لازم مثلا لازم. فاخواتك كانوا صغيرين او كده، لكن انا دلوقتي بقيت متفرغه. علشان ممكن هو يقول ايه التحول المفاجئ ده، انت مثلا عمرك ما كنت بتنزلي تشتري معايا. فممكن اقدم له سبب او عذر. معلش يا حبيبي نفس ما تقولي، انا قدمت العذر وقدمت الحب، انا كنت منشغل عنك لكن انت في قلبي. أيوة. انت في روحي. صحيح. انت حبيبي، انا بحبك. عجبني قوي ان يوم امتحان الفيزياء الاولاد منهارين، ودي كارثه. والامهات وتيجي ام اللجنه وكل المواقع صورتها جايبه بوكيه ورد لبنتها، والامتحان كان صعب وبنتها ما حلتش. أيوة. وجايبه بوكيه ورد عشان كان عيد ميلاد بنتها ومفرحاها، حاجه جميله. انا تملي اقول للامهات رساله، اولادنا
اولادنا. الثانويه العامه مش اغلى من اولادنا. انت عملت اللي عليك وذاكرت واجتهدت، برافو عليك برافو عليك. ولكن انا لما افضل ادي رسائل سلبيه ولازم للأسف تجيب جه الولد ما جابش المجموع هينتحر، وشوفنا حالات انتحار، هيحزن بالزبط. وفي الا القتل المعنوي. احمد رفعت مات ازاي؟ شاب زرع عن 30 سنه، قتل معنوي لا يحاسب عليه القانون. يعني مش هجيب حاجه اضربه بيها. لا انا فضلت اضغط عليك، زي ما بقول للزوج دلوقتي اوعى تضغط على زوجتك وتعمل لها قتل معنوي كانها عايشه ميته. صح. ميته بلا روح، زوجه بلا روح. احنا مش عايزين كده. ده شوف بقى السيده عائشه رضي الله عنها تقول له كيف حبي في قلبك يا رسول الله، يقول لها كالعقده. كل ما تشوفه بعد كم سنه يا رسول الله كيف حال العقده، يقول لها متينه يا عائشه. يعني حبك الله. في قلبي. الزوج فيها ايه ما يقول لمراته يحسسها، مش صحيح. قاعد ماسك السوشيال ميديا وقاعد في غرفه لوحده وهي في اوضه لوحدها. صحيح. لا يقبلها، يحبها، يقول لها كلمات الحب زي ما الرسول بيعمل مع زوجاته. هي افضل الصلاه والسلام. ولنا في رسول الله اسوه حسنه. جميل طبعا. استاذه رحمه الكلام مع حضرتك كلام رائع جدا، والحديث لا ينتهي، محتاجين ساعات وساعات. لكن احنا يعني بهذه الكلمات الجميله وهذا الكلام الجميل لنا دائما في رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوه الحسنه بنختم لقائنا مع حضرتك النهارده. اسعدتينا وشرفتينا. شكرا. واكيد هيكون لنا لقاءات قادمه، لان كنت عايزه اقول في ثانيه كده اتفضل. سعاده البيوت كلها يعني نصيحه لكل بيت بقى. عايزه يا بنتي بيتك يبقى سعيد وبيت زوجك سعيد، الاذكار وصلاه الفجر وقراءه القران. لو انت مش هتقراي شغلي القران في البيت. يعمل سكينه في البيت. كل ما تقربوا من الله يبقى في اطمئنان للقلوب. الا بذكر الله تطمئن القلوب. صحيح. شرفتينا واسعدتينا، وان شاء الله يكون لينا لقاءات قادمه. مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل، ولكن هنرجع مره ثانيه مستمرين مع حضراتكم. والفقره القادمه ما زلنا مع الاسره والتماسك والترابط الاسري، وهنتكلم على الصدمات النفسيه بانواعها وازاي نقدر نتجاوزها.